هو اللي بدا من مرحلة أولية هو الهاجس لك من بدء المجلس هو رفع المنتج. رفع المنتج لأنك عارف غيجي بجوج ديال الأمور. الأمر الأول هو تحسين العدد لأنه هو متوفر يعني بكل. والشيء الثاني اللي هو الأهم هو خلق مشاريع مدير الداخل. وهذا للأسف الشديد كان ممكن نشوفه في برنامج في مشروع برنامج عام. قد تكون عملية وقد لا تكون مهم كالتصور أنه لدينا بدون هذا الموضوع وقتنا مجموعة على أساس أنها ممكن تنمو جزء بسيط ولو كنا مستنادا ماشينا مؤسسة الآن تتكلم على واحد مجموعة ديال الآليات تتمشي في الصدام ولكن هذا الكلام كنا نديرو أثناء إعداد مشروع برنامج هذا وهذا الكلام لما يوجد الموسيقى عنده تبارك الله عنده جميع الامكانيات والشهادة الارض المواقع التي تحتوي عليها ممكن نطلعها وننفذوها كيف تتعامل كذا مع الناس اللي ما بغيتش تضيف ولا كيف سنبقى
الشهاده ردتها في 2013 وعاودتها في 2020. راه كاين ناس في
في عندي مدار من الأحسن العجز اللي عندنا هذا شحالين إلى العجز معنا اليوم إلى تدخل الضمير وتكون الداخلية وتحيد هذيك الداخلية 24 مليون نعرف غير هذا المدة 25 مليون راح حل كان في عيب تخلصنا هذا المبلغ 25 مليون درهم الله يخدر عليك لا باش شنو تدعم التجارة بمعنى هو لا نشكر من لا يسير أخ سعد على هذا ما نخلصش زدني عليك أنا كنت تلعب معاه ما نخلصش وكنت قاعد سوى الثقافة مع صحاب عبد العداد هذا شنو هذا أنه الغريبان نمشي ملزم بها ومش عيش في البلاصة خلينا نتبع الناس باش معاه لا ينسي شنو ما تخلصش شنو وقع ما تخلصش ثقافة عندنا مش رايح في الدنيا علاش هذا بالضبط تلقى شي حاجة والله شي كيدوز شي حاجة من الضريبة كيضربوا باش علاش تخلصها بعدما ربما ما نحتاجش لشي حاجه لازمة دونك هذا غادي غير اعتقاد عندنا حنا الصحابه هذا علاش الجروب كيما قلنا الاحسن انت هذا الانسان هذه ما غنقرصهاش لانه خليت المطبخ في صدقه الله وشحال هي سمعنا في يوم كان شي حاجه كثيره حطيت فيها 400 درهم العام ما تبقاش العام تفضل ما تخلصهاش انا ما تجينيش تخيل ما كيبقاش كيبقى خصوصيات حبر عوار لو انا كنا فعلا متابع هذه التوصيات اللي كنزلوها ربما غادي نجهزوا مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون مطروحه انطلق من الكلام ديال السي سعد وهي الدعوه الى المناظره هذه المناظره كما نتمنى تكون قبل مشروع الميزانيه باش فعلا غادي نداولوا نناقشوا ونشوفوا السبل ديال التنميه ديال الموارد الماليه ديال الجماعه ديالنا حنا حتى كنجيو نناقشوا مشروع الميزانيه عندنا في القرارات والمعاقيل والمشاكل الى غير ذلك نتمنى مستقبلا مشروع المقبل ان شاء الله نتمنى من خلال يعني القراءه البسيطه ديال الميزانيه دائما ذاك العنصر المشوش اللي كيجيو في الدور الكثيرين في الميزانيه هو الباقي استخلاصو الباقي استخلاصو خصنا نكتب المزيه الى في القرارات ديالو فعلا يا اما خصنا نعرفوا شنو عندنا شحال خاصنا او لا نهيدو هذا راه مجهود ديال المجلس المسير مع القبضة ما يمكنش اننا كل سنة نناقش باب الاستخلاص وما كنديرو فيه تنجود وكنكرر نفس الكلام ما كنديروش مجهود باش اننا نحيدو هذا العنصر المشوش من داخل الميزانية ديالنا هذا الامر الامر الثاني يعني خصنا نحسن التدريج بصفة نهائية وكنتمنى مشروع الميزانية المقبل ما نعاودوش نناقشو باب الاستخلاص صراحة السيد الرئيس برنامج عمل جماعة هو برنامج تعاقدي مع الساكنة ديال مدينة تيفاس وبالتالي برنامج صدقت عليه ويتضمن مجموعة ديال الأمور إيجابية اللي كنت كنتمنى أنني نوجد الواقع ديالها داخل هذه الميزانية هذه الإسقاط ديال البرنامج يتم في هذه الميزانية تكلمنا على البيئة، تكلمنا على الجانب الاجتماعي، الجانب الثقافي، الرياضي، التكوين إلى غير ذلك، ولكن ما نسمعش في الميزانية ديالنا. وبالتالي ما حنا اللي كنمشيو في المسار ديال البرنامج عمل ما درنا فيه والو. بهذا المعنى الأخير، ملي غنمشي تقييم البرنامج العمل ماذا نزلنا فيه وملي ما نزلش، ما غاديش نلقاو داك الشيء اللي بغينا. وبالتالي كان ممكن برنامج عمل برنامج عمل كان يتم الاسقاط ديالو وتبين يكون واخا غير عنصر واحد نشتغلوا عليه في هذه الميزانيه كون خدينا مثلا غير الجانب الرياضي والجانب الجمعاني اللي عاد الجمعيات الى غير ذلك وتبين في هذه الميزانيه لاغوريك ديالها طالع ويبان الاثر ديالها في هذه السنه نخدموا عليه ويبان الاثر ديال هذه السنه كان ربما تكون مفروضيه احسن لأننا ما كنجيو نناقشو هنايا الجير والصباغة وهادي طالعة هادا 14 هادي 16 لو أن داكشي جمعنا وعطينا جوج ديال المجالات ولا ثلاثة من داخل برنامج عمل ربما يكون الأثر ديالو على السلبية مسألة إيجابية وتبان الواقع ديالو الله أعلم هادي الملاحظة اللي كتبان لي ثم فيما يخص الأكلية كما ناقشو الإخوان راه فعلا هذاك المركب يعني في الى يسار هذه المناقشنا وهذا يعني كان من بين الامور اللي غتنمي الموارد ديال الجماعه وعلى العكس سنوات الجماعه اللي ضايعه في هذا المورد هذا في هذه الاكليه هذه وبالتالي ما تمش حتى المشروع الصغير تناقشنا في هذا الامر وما حسبناش فيه وما درناش مجهود فيه راه الاشكال ماشي دائما نحملوا
الدور ديالها الحقيقيه في هذا المجال هذا. يعني واش كانت شي لقاءات، انا لا نفهم واش كانت شي لقاءات مع الناس ديال اللي كريم، لان حتى هما عندهم كلام اخر اللي تيقولوا، هما تيشكيو بان الجماعه ما بداتش ما خلقتش شي انشطه ولا شي حاجه داخل الكلاب ولا شي حاجه لهم. انا هادشي اللي تيقولوا ما تنقولش وسمعت، هادشي تنقولش وسمعت. وبالتالي واش كان شي جلسه مع الناس سمعتو لهم وشو كان هذا؟ وبالتالي خصنا نسمعو هذا الامر، يعني هذا النهار واش غتكون المتابعه، واش غتكون المتابعه في هذا الميت باش اننا ننتهي منه. وكنتمناو هذا شكرا. ممكن الاشكال اللي نلقى فيه هو انه من قبل التمويل 60% اللي كاينين وما عمرهم خدموا، يعني ما عمرهم حلوا، كاين اللي خسر الفلوس وصلح ولكن ما خدموش. ولكن ما جات حتى شي حاجه فهاد الناس من ذاك الوقت هنا، يعني دابا مثلا كنقولوا باقي استخلاص وهاد الناس باغي يخلصوا، اصلا هما تصور ما عمرهم خدموا، هما تيتحملوا المسؤوليه ديالهم. ولكن حنا في المجلس نظن على انه خصنا نديروا شي حل لهاد الناس. هاد الناس اصلا هذاك القيمه الكرامية اللي تحددها اللي حددوها هما راسهم ما غايمكنش يخلصوها غدا، ولا بعدو ولا من هنا ولا من هنا عادي. ولكن كلما المجلس ما خداش قرار في هاد القضيه اللي على انه هاد الناس نستدعيوهم، واش هاد المحلات غادي تخلصوا من هنا لهدا ولا غادي اش غادي يديروا؟ ولا غادي نحسوا معاهم هذيك العلاقه ديال الكلاب اللي كنا معاهم، خصنا نحسوها. لان هذه الشكل دابا هي تراكمات عليهم بزاف ديال الفلوس، راه ماشي ساهله انه الانسان دابا اللي واخد اكثر من عامين كاين اللي كاري 4500 كاين اللي كاري 6000 درهم كاين اللي كاري كذا، واليوم غادي تجي هو مع مروان فيه تصمت وحنا دابا نحسبوا او باقي استخلاص اخر غنديروا من هذا الطرق غنديروا من المحكمه، يعني غيبقى هذا المبلغ اللي حنا لان اليوم كاين وصلنا غيبقى عاوتاني ديما في الميزانيه راه عجز. إذا أنا قريت ومشيت حالي وما خدمتش نظرا جاني شهرين أو قريت نظرا شهرين، ولكن تيبقى يحسب عليا، أنا دابا تنحسبو الشهور ولا تنحسبو غير الحوايج، راه نفس العمل، أنا تنقطع في هذا الباب هذي على أنه نستدعيو هاد الناس اللي هما كراو وما خدموش، نجيو نبعدو معاهم على أساس نلقاو الحل النهائي. إما نشوف إذا كان عندنا الحق على أنه يعطيو يديروا تنازلات على هذه المحلات ويمشيو بحالهم ونشوفوا معاهم هاد العملية الداخلية كيفاش نديروا لهذوك الفلوس اللي تشتات عليهم واللي تقيدات عليهم ونحبسوا هذا النزيل، لأن هذا الشيء غادي يبقى راه ما كاينش شي حل أخر. نديروا هاد العملية ونشوفوا ربما نلقاو حل، أولا نعفيو هذوك الناس من هذا الشيء اللي هو تراكم عليهم لأنهم أصلا ما خدموش. نشوفوا نديروا طلب لانه اليوم، ولكن هذا الشيء الاشكال اللي غيبقى علينا سي الاشكال اللي غيبقى هو هذا الشيء اللي غيبقى ديما علينا هذه من ناحية ديال المرتب. انا تنقطع انه نستدعيو هذوك الناس ونرجعو ما بقيناش نكون نسبو في الشهرة وما كاين ما غاديش تخلص. هذه من جهة، من جهة كاين الاشكال اللي كاين في المرتب هو هذا الدخلات ديال فالدخلات ديالو راه ما يمكنش بالطريقه اللي هو عليها اليوم، راه ما يمكن ليناش نخدمو دابا، لان كلشي سدو البيبان وعمرو البيبان ديال الدخلات ديال المسكات، فإذا ان العيالات اللي غادي يجيو تبدا ولا كذا ولا هذا راه صعيب على انهم يدخلوا لداخل باش يمكن نديرو. هذا هو اللي تيطلبو هما، تيطلبو على انه يكون المجلس يتدخل على انه الدخلات ديال البيبان يكون على انه لانه هو وتحطها في الباب ديال المركب، فتيصعب على انه شي واحد يدخل لداخل، وهذا هو يمكن اللي واحد الاشكال اخر اللي زاد في هذا الشيء اللي وقع في المركب. بالنسبه لهذا الشيء ديال النظافه وهذا الشيء ديال سميتو، فالقبضه فطبيعه الحال القبضه ملي تجي شي فلوس اللي هي تابعه للمجلس او اللي غيستفاد منها المجلس فهي ما تدير حتى شي مشكل. فاحنا دابا الان واش الناس اللي مشيت ليه ما نهضروش على اللي مشيت ليه،
نهضروا بعدا على اللي مسجلين وراه عندهم الناس اللي ما مسجلينش وكل واحد معروف بنظره وكلشي ولكن شنو هو المجهود اللي يدار على مدى الاسماء العمليه عند المجلس البلدي لانه هو النظافه وكلشي راه كاين دابا علاش الناس اللي هما تجار وهاد الامور ديال الشركات وهاد الناس اللي هما بريدي فعندهم وسائل سير بلاصه يجيو يزدوك انك تخلص الناس ديال القرابه كيفرضوا عليك على انك تخلص اي ورقه جيتي ديرها الا وصلت تخلص الا في الفلوس اللي هي تتعني الجامعه فما كاينش شي مجهود نهائيا نهائيا واش كاين شي مجهود عاد نهضر على الناس اللي ما عندهمش تجربه وشكرا ديال هاد لا المتهمين عند الناس اللي كيصاوبوا في الدائرة لا ما عارفينهاش ما عارفينش دابا بالنسبة للوطن شكون اللي كيفاش شكون ما كيفاش شنو هو يعني القيمة الإجمالية ديال الدخول إلى هاد المركب بالنسبة لشي درجة يساوي في شي بالنسبة هاد القيمة يعني القدر المالي الإجمالي ديال هاد سميتو الدخول اللي حمزت يعني الدين بس بعد الناس وجمع هذا السلم وحنا ما عارفينش القيمه ديالها باش كان يمكن لينا نحسبوها ونشوفوا حيت كي دخل هذه الجامعه شنو هو يعني الموقع ديالها من العجز باش يمكن لها يعني تساوي ولا ما تساويش هذا من ناحيه من ناحيه اخرى كنلاحظ بان بالنسبه لنا حنا كجماعه المداخيل دائما كندور في واحد الحلقه مفرغه بمعنى المداخيل ذاتيه هذا ما كنوعوش في المداخيل في العلاقه ديالنا يعني مع الجامعه اللي حيت عند في الدائره ديالنا مع المحيط المهم حنا كنعرفوا بان المداخيل اش كتجي من الاستثمار وحنا الاستثمار عندنا هنا في البرامج ديالنا ما كنعرفوش كاع نهائيا هذا جانب اللي يجب ان نعطيه اهميه لما لان بالنسبه الى اعتمدنا على الاسواق الاسبوعيه اللي هي كتعرف واحد الفوضى اللي قد يعني الجوار ديال الاموال اللي حنا ما مضمناش مزيان واعتمدنا على الاكليه ديال بعض المساكين وعلى الضرائب على بالنسبه للاراضي القانونيه الى غير ذلك كنمشي ما غاديش تسلمنا العجز بل خصنا نوعوا من المدارك ونفكروا في الاستثمار. الله يحفظك الله يحفظك الكريم. نلعب المغربيين هذه عاد مثلا يستخلصوا مسؤولية الشركة تقدر تراجع تقرا